اتفضل يا علي. السلام عليكم، وعليك السلام، اتفضل. كيف حالك شيخ وليد؟ والله بخير حال، الحمد لله. شنو اشكالك اليوم عن علم الغيب؟ اشكالي حضرتك افتح كده سورة الكهف. نعم تمام، الآية 65. نعم اقرأ لنا الآية لو سمحت. أنا مو يميت القرآن، بس ممكن أحفظها إذا ذكرني بها أحفظها، أتذكر الآية فقط. الله عز وجل يقول: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، اللي هو الخضر، صح؟ نعم نعم صح. طيب سيدنا موسى يقول: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يعني معناه العلم الذي يعلمه نعم. الخضر لا يعلمه موسى. ايه شلون؟ شنو الاشكال اللي بيه؟ شلون؟ مش المفروض ان ده يعلم الغيب وده يعلم الغيب؟ الغيب هنا الله سبحانه وتعالى كل من وسالت أودية بقدرها، كل من ينطي على قد، يعني الغيب اللي يطلع رب العالمين هذا الشخص يطلع على مقدار من الغيب. ايوه يعني الان لا يعلمون الغيب المطلق. الغيب من الله سبحانه وتعالى. يا عم ما احنا عارفين ان الغيب من الله والغيب ده من البشر، كل ما تيجي واحد تسال واحد عن الغيب يقول لك الغيب باذن الله. هو في غيب باذن البشر؟ ما كل الغيب باذن الله والغيب من الله، ما احنا كل ده عارفينه، يعني ده مفرغ منه. الان هل العلم الذي موجود عند الخضر ليس بموجود عند موسى؟ اكيد صح. اي تختلف المستويات، وحتى يعقوب عليه السلام كان يعلم من الله ما لا نعلم. يا باشا سيدنا يعقوب، سيدنا يعقوب عليه السلام لو كان يعلم الغيب وان ابنه في الحته الفلانيه ما كانت اساسا ابيضت عيناه وكان صابرا محتسنا، والدنيا قصه طويله. فالله المستعان. الان هنا الغيب، هنا ايه الغيب اللي كان مع الخضر؟ اسمع هاي الايه القرانيه حبيبي، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يعني الله سبحانه وتعالى. ايوه بس الايه ما بتتكلمش عن الغيب المطلق يا حبيبي، لانه ايه هناك ايه ثانيه يا ريت برضه تقراها لنا حضرتك كده. قل لا املك لنفسي نفعا نعم. ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يعني الايه اللي حضرتك انت ذكرتها ما تدل على ان الله عز وجل اعلم الانبياء والمرسلين الغيب المطلق. ليس المطلق ولكن اعطاهم كميه من الغيب. يا احنا نحن الغيب. نتكلم يعني عن الغيب المطلق، نحن نتكلم عن الغيب المطلق، انتم تقولون ان الائمه يعلمون الغيب المطلق، فكيف الانبياء والمرسلين لا يعلمون الغيب المطلق والائمه عندكم تعلم الغيب المطلق؟ لا انا اضم صوتي الى صوتك واقول لا يعلمون الغيب المطلق وانما يعلمون الغيب الذي يضعه الله لهم. طب انت سني ولا شيعي؟ بامانه. لا شيعي. شيعي. طيب شيعي. ماشي يلا. الحمد لله صوتك حلو على فكرة. وكان حتى جواب الخضر بالمناسبة، وكان الخضر يعترف ويقول وما فعلته عن أمري. يعني كل هذه التفاسير اللي التأويلات اللي أولها الخضر ما فعلها عن أمره. طبعا ده علم من الله عز وجل. ولكن العلم اللي أعطاه الله عز وجل أعطاه للخضر، العلم الذي أعطاه للخضر لم يعطيه لمن؟ لم يعطيه لموسى. نعم نعم. والعلم اللي أعطاه للخضر هو علم دنيوي. وأيضا للطال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا يختلف عن موسى ويختلف عن عيسى ويختلف عن الخضر. فكل من الله سبحانه مثل الرسالات، كما الرسالات مثلا النبي القرآن، معجزة القرآن، وعيسى عليه السلام معجزة يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، ومعجزة موسى تختلف في زمن السحر انه كان متفوق عليهم بالسحر. فكل من الى الزمن المناسب يعني والغيب المناسب يطلعه الله سبحانه وتعالى، يعني مو من لدنه
هو العفو، صحيح كلام من الله سبحانه وتعالى. وعدكم انتم ايضا روايه يا ساريه الجبل عن عمر بن الخطاب ايضا انه تنبأ بهذا الشيء، وكان يقال ان عمر بن الخطاب من المحدثين، اليس كذلك؟ ايوه، بس روايه يا ساريه الجبل فيها كلام. على العموم المهم الله المستعان، شكرا لك يا استاذ.